السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا سطوحي احلق للحمارة على الموضي، اعمل له قصي اصله عايق. ده تفكره حمار سباخ وتجزه. ان شاء الله حلقة الحمار هتكون احسن من حلقة صاحبه. الملافي السعد يا راجل يا جبلي يا هوسه. وانا قلت حاجة غلط؟ انت بتفكر الميزان بتاعك اكتر مني ولا يعرف يعمل اللي انا بعمله؟ انت هتجيب قص الحمير زي حلقه البني ادمين؟ ده انت وارث شغلتك على ابوك وجدك وجد جدك، السلسال كله بتاعك ودي شغلته. يا جماعه صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقى عارف هو عاوز يغير القصه ليه؟ عشان يبقى حلاق بني ادمين. عشان ايه يا صالح يا اخويا؟ عشان بسلامته سعيد ابنه ربنا يحميه، مش كده يا سطوحي؟ لا سعيد ابني ملوش دخل في الموضوع ده. يعني كل الحكايه انا زهقت من الشغلانه دي وصحتي خلاص خس سعيد. اللي قول لي يا عم سطوحي، هو بسلامه ابنك واخد شهاده ايه؟ الهندسه. ها؟ الهندسه؟ يعني ابنك مهندس؟ ايه ومع مرتبه الشرف كمان. يا سبحان الله، دي البلد كلها حتى اولاد الاكابر ما فيهمش حد طلع مهندس. هو ده اللي خلاني ادوق المر واستحمل رفس الحمير ومهزقه اللي يسوى ولا ما يسواش. بس انا لما هقابل رب كريم هيقول لي سطوحي ايه اللي انت عملته في حسناتك؟ هقول له يا رب علمت ابني احسن علام، احسن علام يا رب العزه. ان شاء الله بكره تفرح بيه وتشوفه في احسن المراكز يا عم سطوحي. مش باين البلد عينيها مليانه تراب مش شايفه اولادها. مسكين ابن سعيد بقاله سنه يدور على وظيفه لا حس ولا خبر، لازم واسطه. ما معكش واسطه تحط تبني في بقك وتسكت. وانت هتغلب على وسط يا عم سطوحي؟ ما انت قصاص حمير اكابر البلد والبلاد اللي حوالينا. ايوه صح، لو انت يا عم سطوحي ما تعرفش الحاج عبد الغني سلام عمدة الميموني. بس ليه بيركب فرس؟ فرس ولا بغل، المهم تعرفه ولا لا؟ اعرف. يبقى عليك وعليه. انا اقصد اقول يعني يا عم سطوحي ان له ابن اسمه مجدي، بسم الله ما شاء الله عليه، له كلمه نافده في البر كله. والحاج عبد الغني ده رجل خير وبينه وبينك عمار،